أول ما يكون إحياء ليلة القدر، وهذا الإحياء من حيث الأصل العام أرجى ما يكون بالقيام، فأفضل ما يكون في إحياء الليل إحياؤه بالصلاة، لأن الله امتدح القائمين والمتهجدين بين يديه الذين يرجون رحمته ويخافون عذابه، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فأخبر سبحانه وتعالى أنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه، وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام يدله على فضل القيام والعبادة والصلاة بالليل وأنه طريق لحصول كرائم الدنيا والآخرة، فجعل كرائم الآخرة التي هي من أعظم المكرمات وأجلها جعلها مقرونة بقيام الليل، فقال سبحانه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فجعل المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون مقرونا بقيام الليل، ولذلك قام صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فدلت هذه النصوص على أن الأفضل في الليل في إحيائه الصلاة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، فجعلها أفضل القربات وأجل الطاعات، فأفضل ما تحيا به ليلة القدر الصلاة، ولأنه في الصلاة يحصل الفضائل في غيرها، ففي الصلاة قراءة القرآن والتسبيح والتكبير والتمجيد للعظيم الرحمن، فقد جمعت الخير الموجود في غيرها، وأفضل ما يكون في الصلاة كثرة التلاوة للقرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصلاة قال طول القنوت، وطول القنوت وطول القيام اشتماله على تلاوة القرآن، فأفضل ما يكون أن يصلي، ثم إذا أرهق بالصلاة وأراد أن يتقوى عليها وجلس فالأفضل أن يذكر الله بتلاوة القرآن، لأنه أفضل ما ذكر به سبحانه وتعالى كلامه، وأفضل ما تقرب به إلى الله عز وجل من الذكر قراءة القرآن، قال صلى الله عليه وسلم إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، فهو الرحمة والنعمة والنور والخير والبركة، فإذا أراد الإنسان أن يصيب الطاعة في ليلة القدر فليكن بتلاوة كتاب الله عز وجل، ولا يسأم ولا يمل، بل عليه أن يجد ويجتهد ويفرح بتفضيل الله عز وجل له وتيسيره الذكر له، فيجتهد في ذلك ما استطاع إليه سبيلا. ثم بعد ذلك، بعد تلاوة القرآن، هذان الأمران الصلاة وتلاوة القرآن ثبت بهم النص، بقيت أنواع أخرى منها الدعاء، وأفضل ما يكون في ليلة القدر من الدعاء سؤال الله عز وجل العفو، وإذا عفى الله عز وجل عن عبده فقد أمنه من عقوبته وأصابه برحمته، ومن عفى الله عنه فقد زحزحه عن ناره وأمنه من سخطه وعقابه، لأنه لا سبيل للعقوبة إلا بالذنب، وإذا عفى الرب عن الذنب فقد قفل عنه أسباب البلاء وحجبه عن طريق الشقاء، فلذلك يسأل الله العفو. ويدل على ذلك الحديث الصحيح، يا رسول الله لو أني أريت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي وحي من السماء على رسول الأمة صلى الله عليه وسلم يعلم به أمة المؤمنين، وهو تعليم للأمة جمعاء، لا أريت ليلة القدر اللهم أي الله إنك عفو، فهذه صفة من صفاته سبحانه وتعالى، إنك عفو، وهي صفة كمال وجلال لله سبحانه، لأنه لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة المطيعين، إنك عفو تحب العفو، وهذا من كرمه، يحب العفو فيعفو للعبد ذنوب العمر في طرفة عين، ولربما عمل العبد حسنة واحدة كف الله بها عن وجهه النار، ولربما عمل العبد حسنة واحدة كتب الله له بها الجنة، ولربما عمل حسنة واحدة فكتب له بها سعادة الدنيا والآخرة، فهو كريم سبحانه وتعالى تحب العفو،
فهو يحب العفو لأنه كريم وقد بلغ غاية الكرم فلا منتهى لكرمه سبحانه وتعالى. تحب العفو فاعف عني، اعتراف بالتقصير واعتراف بالإساءة. وما من عبد ولو عظمت منزلته وارتفعت درجته إلا وعنده السيئات والخطيئات، فمن مستقل ومن مستكثر. فخير ما يدعى به ليلة القدر أن يقول العبد وقد وقف على باب أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، مستشعرا ذنوبه وتقصيره وعيوبه وإساءته في جنب الله جل جلاله، يناديه من كل قلبه وملء لسانه: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فينادي وهو يعتقد في قرارة قلبه أن من ينادى عفو يحب العفو. فما أجملها من كلمات من أشرف الخلق وسيد الكائنات صلوات الله وسلامه عليه، وهو يقول: قول اللهم إنك عفو. فبدأ بالوسيلة وهي التوحيد، فقال اللهم إنك عفو، وهذا يدل على شرف التوحيد وأنه وسيلة العبد إلى ربه. أول ما بدأ في ليلة القدر التي يرجى فيها الإجابة بدأ بهذه الوسيلة الشافعة النافعة للعبد، وهي توحيد الله. وما استفتح عبد دعاءه بتوحيد الله وتمجيده إلا رجيت له الإجابة، لأنه إذا استفتحه بتوحيد الله والثناء على الله بما هو أهله فتحت أبواب السماوات. اللهم إنك عفو بصيغة التوكيد والجزم والاعتقاد الجازم، إنك عفو فهو العفو سبحانه تحب العفو. وانظر كيف العبد يتقرب إلى ربه، والرب أيضا يفتح لعبد الرجاء، يقول: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، أعطاه العذر قبل أن يعاتبه، ما غرك بربك الكريم، وكأنه يقول: كرمك يا رب هو الذي غرني. يعلمه حتى كيف يعتذر وكأن الإجابة في السؤال. فما أعظمه من رب وما أجله سبحانه من خالق كريم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من رحماته وبركاته وإحسانه أوفر حظ.